انت سعودي؟ سعودي انا. انا برحب بيك. الله يسلمك. عايز اقول ان الشعب السعودي احنا بنحبه جدا جدا. احنا بنحبكم ان شاء الله. كل الاحترام والتقدير للسعوديين. الله يسعدك. لان احنا واحد. اكيد اكيد. السعوديه بالذات مش لمصر بس، لا لكل العرب ليها مكانه خاصه. انتوا لكم مكانه خاصه في قلوب العرب كلها ان شاء الله. والكاسب الخسران كاسب بالنسبه لنا حتى ان شاء الله. وما فيش خاسر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احلى لقطه شايفها النهارده يا جماعه، العلم السعودي لا اله الا الله محمد رسول الله مع العلم المصري، وده اللي احنا عايزينه. اهم حاجه طبعا هتكون الروح الرياضيه في الماتش بين الاخوه العرب مصر والسعوديه. بتمنى التوفيق ان شاء الله للي هيكون موفق، وهنشجعه وندعمه. انا كمصري طبعا بتمنى مصر، هم كسعوديه يتمنوا السعوديه. ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه في المونديال بعد طول انتظار، كلنا منتظرين. هنا الاجواء جميله جدا، الناس كلها متشوقه، بنشوف العالم كله، الناس هنا كل قمه الاحترام، كل واحد بيشجع بطريقته، بيشجع باسلوبه، لكن كله فرحان، كله سعيد، وان شاء الله هنعمل حاجه. ان شاء الله حتكون مباراه جميله، ونتمنى من الفريقين المصري والسعودي يقدموا عرض جميل وبروح الأخوة، ويقدموا مباراة إن شاء الله تطلع بنتيجة حلوة إن شاء الله. طبعاً بكأس العالم شفنا أداء المنتخب السعودي وأداء المنتخب المصري، وكانت كل دعوات العالم العربي ومشجعي الكرة بالعالم اللي ما قدروا يشاركوا كدول عربية شاركوا باسم مصر السعودية تونس والمغرب، ولكن اليوم شايفين مصر والسعودية إيد واحدة. أهلا وسهلا عزيزي. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا وشرفتونا. حنا طبعاً أهم شيء إن يد واحدة، ومنتخبات العربية كلها إن شاء الله تشرفتنا في المونديال، نتمنى ان شاء الله التشريف بمنتخب تونس اليوم للتاهل ان شاء الله في الدور الثاني ان شاء الله. اوكي اخي، نحن اهلا وسهلا بحضرتك. احدك من مصر؟ يس. شايفين العلمين مع بعض شيء بيفرح القلب. المباراه الاخيره ما بين السعوديه ومصر، ديربي مهم ما بين منتخبين عربيين كثير كثير مهم، شو حابب تقول حضرتك عن شو بتقول للاعبين وشو بتقول عن المباراه بشكل عام؟ والله نتمنى ان تكون مباراه يعني تليق بالمنتخب السعودي والمنتخب المصري كاشقاء طبعا عرب، ونتمنى ان شاء الله يكون الكل مبسوط، ما تهم النتيجه نهائي، المهم الاداء الطيب والروح الرياضيه اللي تشرفنا دائما نكون مع بعض كمنتخبات عربيه نمثلها خارج السعوديه او خارج مصر. يا سلام. طبعا الاخ قال انه ما بتهم النتيجه، هي صراحه on another side هي ما بتهم النتيجه لانه تقريبا معروفه، ولكن شو مطلوب من الشباب؟ شو السيناريوهات اللي عم بتفكروا فيها؟ okay. احنا عشان نستمتع، عشان نشجع فريقين بيلعبوا كره كويسه يشرفوا الكره العربيه كلها. حد حكي ما جيت اهو احنا قاعدين مع بعضينا بنشجع فريق تونسي فهو في الاخر كل فرقه عربيه اللي هنا كلنا جايين نستمتع ونشجعها، ايا كان مين اللي بيلعب، مغرب تونس مصر سعوديه. وفي الاخر ان شاء الله ماتش يطلع ماتش كويس بروح طيبه اداء مشرف ان شاء الله يغير بيزي. يعني خسرنا ماتشين مش مشكله، بس نمشي بحبول يا جماعه في كره عربيه جايه ان شاء الله في السكه عشان المواسم اللي جايه ان شاء الله. اي ثينك احلى كلام بالعالم. اهلا وسهلا يا يا اهلا وسهلا بالشباب السعودي، ام بي سي مصر معكم. يا سلام على هاللمه الحلوه، الاعلام المصريه والاعلام السعوديه موجوده. حياكم الله. حياك الله. يعني اهلا وسهلا فيكم، نورتونا صراحه. تفضل اخي تفضل. نحن عم نغطي كنا مع الاخوه العرب السعوديين والمصريين اجواء المصر الماتش النهائي ما بين المنتخب السعودي العزيز والمنتخب المصري العزيز. طبعا نحن عارفين النتيجه هي نتيجه تقريبا يعني تمام. انتوا شو حابين تشوفوا بهذا الماتش؟ شو متوقعين لهذا الماتش؟ شو الهدف ما بين الديربي الكبير ما بين المنتخب السعودي الرائع والمنتخب المصري الرائع؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء ان شاء الله نقدم مباراه حلوه تليق بمنتخبين عربيين قويين بالنسبه للمباراه هي. لكن الحمد لله على كل حال غادرنا المونديال ان شاء الله 2022 نفكر في القادم، واحنا بالنسبه لنا في قاره اسيا ان شاء الله 2019 باذن الله يكون من نصيب السعوديه. طب انا حاطلب هلا ان احنا نغني النشيد الوطني السعودي بعد اذنكم اخي، بدك تشاركنا وبعدين بنحضر المنتخب والمشجعين المصريين لنغني بلادي بلادي. تفضلوا جاهزين، انا حغني معكم. يلا 1 2 3. سارعين للمجد والعلياء، مجد لخالق السماء، وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر، ردد يا الله اكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعالم والوطن. كل التوفيق للمنتخب السعودي، وبنفس التحيه رح نروح للمنتخب المصري، وبسرعه قدام العالم الرائع اللي عم برفرف حنغني بلادي بلادي باحلى صوت. تفضلوا.
بلادي 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 لك حبي وافوادي بلادي 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 لك حبي وافوادي مصر يا أم البلاد مصر طايتي والمراد وعلى كل العباد أمني لي من أيادي تحيا مصر والسعودية من روسيا مع تحية مصر والسعودية إيد واحدة مصر والسعودية إيد واحدة مصر والسعودية إيد واحدة من روسيا مع تحية هيدي أجواء